القلعه بالاول والاخير هو التقديم التلفزيوني. بحس حالي مثل الوحش بالاستوديو. هيدا محلي، هيدا مكاني. قهوه قهوه، كبيتين مي وقهوه، ممنوع حدا يحكيني على القليل لنص ساعه تبلش استوعب الحياه والدنيا. تجربه بالتمثيل، بس كانت تجربه كثير خجوله مثل ما بيقولوا، ما حبيتها كثير، ما كررتها. يعني من تعليقات سلبيه لشتائم بنشوفها، لتدخل الناس والمون الزايده كمان. لندن. حتى ما خلصت سؤالي. اهلا وسهلا فيك. ميرسي واهلا وسهلا فيكم. عمليات التجميل، شو رأي راغدة شلهوب فيها؟ مش غلط إذا كان الإنسان بحاجة لإله تتحسن نفسيته، أنا مش ضد ولا مع كترتها. إذا في تعديلات صغيرة مهضومة بتخلي ثقتك بحالك تصير أحسن، وممنوع حدا بوقتنا يعني يكون مش مثبت حاله، خاصة إذا بيأثر على نفسيته. بين التقديم، إذا قلنا لك بلد تقديم، تمثيل أو غنى، شو ممكن نشوفك؟ أنا كان عندي تجربة بالتمثيل، بس كانت تجربة كتير خجولة مثل ما بيقولوا، ما حبيتها كتير، ما كررتها. غناء أكيد لأ، لأنه بحس ملعب الأول والأخير هو التقديم التلفزيوني. بحس حالي مثل الوحش بالاستوديو. هيدا محلي، هيدا مكاني. شو الثلاث أشياء اللي مستحيل تستغني عنهم؟ أكيد عائلتي أهم شيء، برايوريتي، بنتي وشغلي. شغلي بيعطيك هيك استقرار. قديه السوشيال ميديا عم بتأثر سلبا على الإعلام؟ لكن هي شو بقولوا، سيف ذو حدين، فممكن تكون عم بتساعد وممكن كمان عم بتخرب. عم بتساعد لأنه عم بتوصل لك رسائل ومسجز وأخبار فنانين بتحبيهم وبتكوني معهم شو بقولوا خطوة بخطوة، وعم بتكون سلبية لأنه قيت عم نشوف عم نستغلها بشكل كتير بشيع، ودي صارت مفتوحة كمان لناس بشكل مؤذي. يعني من تعليقات سلبية لشتائم بنشوفها، لتدخل الناس والمون الزايدة كمان، عم بيكون هيدا الناحية إذا بدك سلبية فيها. إطلالتك مين بيهتم فيها؟ أنت ولا في حدا على طول متخصص؟ لا حسب. هلا إذا بالتلفزيون عادة بيكون معي ديزاينر للبرنامج يعني تبعي، بس بالحياة أنا بحب اللبس وبحب التياب، فلا أنا بعرف إذا بدك للتلفزيون شو معقولة ألبس. لا بالنهار عادة ما بتعرفيني، تلاقيني وحدة تانية. يعني لا أنا بحب أهتم لأنه أنا بحب التياب. روتينك اليومي أول ما تفيقي؟ قهوة قهوة، كبيتين مي وقهوة، ممنوع حدا يحكيني على القليل لنص ساعة تبلش استوعب الحياة والدنيا. هيدا أساسي، وبعدين ببلش نهاري ببيتي، تليفوناتي، شغلي، إلخ. شو الدولة اللي هلأ بدي أقلك إذا بدك تروحي سياحة دغري بتركضي عليها؟ لندن. حتى ما خلصت سؤالك، كتير بحبها لندن. شكرا كثير لك، نورتينا. ميرسي، وشكرا لكم، ويا رب حلقتنا تنال اعشابكم من القلب يعني.